اذا لما بستخدم ال PWM رح تنزل اللوسز في هذا الترانزستور. لازم نطلع الترانزستور فيه له ثلاث اوضاع رح تكون، يا اما بي بحاله الاون، يا اما بي بحاله الاوف، ويا اما بي سويتشينج. حتى هو بيعمل سويتشينج عماله بيتحرك من اون لاوف ومن اون من اوف لاون، بتغير الباور لوس اللي موجود فيه. راح اعطيكم هلا البارامترز اللي حنطلع عليهم. هلا هو في حاله البي اون بهمني الفي سي اي ساتوريشن. هلا لاحظوا لما الترانزستور يكون اون يعني مسكر ولا فاتح؟ مسكر مش هيك؟ اذا الكرنت اللي ماشي فيه هو الكرنت تبع اللود، فراح اسمي الكرنت اللي ماشي فيه هو اي ماكس او اي يعني القيمه الماكسيمم تبعت الكرنت اللي هي بالحاله هاي لما يكون هو مسكر. تذكروا هذه احنا حطيناها قديش كانت؟ هاي 200 فولت وهاي 10 اوم. اذا قديش على قيمه الكرنت راح تمر تقريبا؟ 20 على 10 هي 20 امبير، 200 على 10 20 امبير. اذا هاي بتساوي 20 امبير، يعني في اللحظه اللي هو مسكر فيها، اللحظه اللي مسكر فيها راح يمر هذا الكرنت. وعندي في سي اي ساتوريشن راح افترض انه يعني لما هو بوصل الساتوريشن في عليه 1.5 فولت. واضحه هاي الفكره اللي هون؟ ايش لما الترانزستور يسكر ما بصير زيرو الفولتج، لو صار الفولتج عبره زيرو قديش اللوسز في البي اون؟ لو فيش عليه فولتج عبره حتى لو مر فيه كرنت زيرو. اذا الباور اون راح يساوي هذا الوضع اللي هو في سي ساتوريشن 1.5 فولت مضروب في 20 امبير لفتره الاون. بس فتره الاون قديش فترتها؟ خلينا نفترض الديوتي سايكل 50%. اذا هذا ترانزستور شغال لفتره 50% اذا قديش بقضي من وقته اون؟ 50%. وفتره اوف؟ 50%. راح افترض انا الاوف راح اهمل، راح افترض ان الاي ليكش الليكش كارنت تبعه زيرو. فاذا البي اوف ايش راح يساوي؟ راح يكون زيرو واتس من هون. البي اون قديش راح يساوي؟ 30. راح يصير عندي بي اون يساوي 1.5 فولت في 20 امبير، بس هذا مش طول الوقت، قديش الفتره من الوقت؟ 50%. 50%، اذا بضربه في 0.5 بيطلع معي 20 في 1.5 بيطلع 3، 3 في نص 1.5 وقت. هلا في عندي بعض لوسز السويتشنج لوسز بتصير كمان اون اوف بدون ما ادخل بتفاصيلها ما لانه انتم ما درستوا الفورمولا. 15 قديش؟ 20 في 1.5 3 3 في نص 20 في 1.5 30 عفوا 30 في نص 15 عفوا 15 وقت. في عندي كمان السويتشنج لوسز، السويتشنج لوسز انتم ما درستوا الفورمولا تبعتها بس السويتشنج لوسز بتطلع انا حاططها هون في النوت تطلع 40 واط مش مطلوب منكم بس حتى تفهم الفكره. هاي سببها السويتشنج اون اوف والفريكونسي اللي عم بعمل عليها سويتشنج بالحاله هاي 10 كيلو هرتز ات اف بتساوي 10 كيلو هرتز. قديش التوتال لوسز اذا تبعت الترانزستور صارت؟ هذه زيرو هاي 40 وهاي 15 شو بتصير؟ 45 واط 45 ولا 55 بتصير 40 و15 55. قديش كانت في حاله الاكتف ريجن اللوسز؟ 1000 واط. فرق كبير ما بين ال 55 واط وال 1000 واط اللي هون. والافشنسي طبعا تحسنت لانه انا بس ال 1000 واط اللي عم بضيعه الان في اللود والسويتش مش عم بضيع فيه غير 55 واط.